اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلنا إلى أول الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: تمكن حلاوة الهوى من القلب هو الداء العضال. وصلنا إلى أول هذه الحكمة، ولكني لن أمضي كالعادة في هذه الليلة في تفسير هذه الحكمة، بل أتوقف محتفلاً ومحتفياً بالفجاءة التي أكرمني وأكرمكم الله سبحانه وتعالى بها. إذ تلاقت الشام مع اليمن في هذه الليلة المباركة، بل في هذه الأيام المباركات، تحت مظلة الدعاء الذي دعا به حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يوم قال: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. وإني لا أبالغ إن قلت لكم إنني أرى بعيني وأشعر ببصيرتي بثمرات هذا الدعاء الذي دعا به المصطفى صلى الله عليه وسلم للشام وأهلها ولليمن وأهلها. نستقبل اليوم أيها الإخوة رجلاً وضع الله له القبول في الأرض، وأنا لا أتألى في ذلك على الله، بل أستشهد في هذا بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يرويه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبداً دعا جبريل فقال: إني أحببت فلاناً فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي في السماء، أي جبريل: إن الله قد أحب فلاناً فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يكتب له القبول في الأرض، أي يحبه أهل الأرض. وإنكم لترون أن هذا الرجل الذي وضع الله له القبول في الأرض، إنكم لترون كيف أنه أصبح مهوى قلوب المؤمنين بالله سبحانه وتعالى، الظامئين إلى نفحات الخالق سبحانه وتعالى ورحماته. وقد رأيته ورأيت أثره وتوجه القلوب إليه في البلاد العربية والإسلامية، كما رأيت هذا الأثر في بعض من البلاد الأوروبية أيضا. نحن نستقبل اليوم هذا الإنسان الفاضل، الحبيب، العالم، الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، الرباني، الحبيب علي زين العابدين الجفري. والحقيقة أنه شاء أن يغشى مسجدكم ومجلسكم هذا مستمعا، وأصر إصراره الشديد على ذلك، وأنا أعلم أنه لم يكن متصنعا في إصراره. أعرف أنه قد جبل على التواضع، تواضعه منبثق من مشاعر عبوديته لله سبحانه وتعالى، وليس تواضعه نسيج استكبار أو نسيج تصنع قط،
ومن ثم فقد أصر على أن يحضر مجلسكم هذا ويجلس معكم، بل لعله شاء أن يجلس في مؤخرة القوم وحيث لا تدركه الأبصار. ولكن من حقكم ومن حقي عليه أن نستفيد من لقائه هذا، وأن تسعد دمشق وقد استقبلته. من حق دمشق وأهلها عليه أن تصغي إليه، إلى حديثه الرباني وإلى نفحاته. وإني لأرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون في وجوده ووجود أمثاله في عالمنا العربي والإسلامي هؤلاء الذين تتخطفهم الأقنية الفضائية بحمد الله عز وجل، أرجو أن يكون وجودهم براعة استهلال دالة على أن إسلامنا اليوم في إقبال وليس في إدبار، وعلى أنه اليوم في ازدهار. ولئن رأينا مظاهر المآسي فما أيسر أن نتذكر القانون القائل: رب ضارة نافعة. ولعل من منافع هذه المآسي أنها توقظ القلوب وتنبه الغافل وتقوم المعوج. لذا أدعوكم أيها الإخوة، وأدعو نفسي، إلى ساعة قدسية مع حبيبنا الحبيب علي الجفري، يرحل بنا على أجنحة الحب إلى مقام الشهود. فأنا أدعوه باسمي وباسمكم جميعا إلى أن يحدثنا وإلى أن يمتعنا بمشاعره التي أمتعه الله سبحانه وتعالى بها. فليتفضل مشكورا. الحمد لله، الحمد لله حمد متحير من جميل معاملة الحق عز وجل الكريم الستار الودود الغفار المنعم المتفضل الجواد الذي نعصيه في الليل والنهار فيسترنا في الليل والنهار، والذي لا نرى منه مع اجترائنا عليه إلا جميل لطفه. أشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له شهادة ترسخ في القلوب أنوارها وتتوالى ساعة الوقوف بين يديه عطاءاتها وهباتها وأسرارها. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله، خير من دل على الله وأكرم من سار إلى الله، باب الله الأعظم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد،
فأجد الأمر ثقيلا. أن يجلس مثلي في هذا المكان، أسأل الله عز وجل أن يعرفنا ويعرف الأمة قدر رجالها، ولعل ما سمعناه من سيدي ومولاي الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي حفظه الله هو الدرس بعينه. كان أحد الطلاب يقرأ على أحد المشايخ، فختم كتابا ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، والشيخ يشرح ويقرر مع مرور الأيام، وانتهى الطالب من قراءة أحد الكتب على الشيخ، ثم سأله بتلهف للمزيد من مطالعة الكتب، فقال له: سيدي ماذا نقرأ بعد هذا الكتاب؟ فقال: يا ولدي آن الأوان لأن تقرأني. الشيخ لمح في الطالب مع محبته للعلم استغراقا في فك عبارات الكتب وفهم نصوصها، ربما غيبه عن المقصود من طلب العلم وهو العمل بالعلم، وأن يستحيل طلب العلم إلى حال في قلب الطالب. فأراد أن ينبه الطالب إلى أن الفرق بين علوم ديننا الحنيف وبين بقية العلوم الأخرى أن علوم هذا الدين العظيم تقرأ وتعقل ليعمل بها وتذاق، فتستحيل إلى حال يعيشه طالب العلم ويعيشه المؤمن. فقال لتلميذه: اقرأني، آن الأوان أن تقرأني، أي أن تجمع بين مطالعة ما تقرأ من الكتب وفهم ما يقرر لك ويشرح وبين استشعار حال العلم في أهله. وهذا المجلس وما سمعت الأذن من كلام سيد الشيخ ينبغي أن نقرأه في عصر غلب فيه التناكر بين الناس، وندر فيه أن نرى أمامنا ما نقرأه مجسداً في أئمتنا. أستغفر الله من الجلوس على هذا الكرسي، وكان أولى بي أن أقبل هذا الكرسي وأمسح به وجهي، ولن أدعي أن هذا الجلوس من باب امتثال الأمر صدقا، فإني أعلم من نفسي من السوء ومن الهوى ومن دواخلها ودخائلها ما يجعلني كاذبا إن قلت أن جلوسي ها هنا محض امتثال للأمر، ولكن ما عود الله هذا الكرسي من تنزل الرحمات والفيوضات لعله أن ينير هذا القلب المظلم. إن مقلب الليل والنهار سبحانه عز وجل إذا أراد أن يفتح باباً من أبواب فضله على خلقه للتقرب إليه حرك قلوباً في الأرض وجعلها مظاهر لفضله، وحرك قلوباً في الأرض وألهمها استجلاء هذا الفضل، وكان
أعظم من استجلى الفضل في أهله هم ساداتنا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وكان أعظم مجلا لهم استجلوا فيه فضل الله هو سيدنا محمد. فلا والله ما خلق الله مجلا لفضله أعظم من سيدنا محمد، ولا خلق مستجليا لفضله أعظم من أصحاب سيدنا محمد. ثم جاء من بعده وتلقوا هذا المعنى وتسلسل في الأمة جيلا بعد جيل، حتى رأيناه بفضل الله عز وجل مستجليا في مشايخنا، أسأل الله أن يحفظهم، أن يمد في أعمارهم، وأن يعافي أبدانهم، وأن يجري على ألسنتهم مما أفاض على قلوبهم ما يحسن أخذنا له وتلقينا له وترقينا في مراقيه. هذا المعنى من تسلسل الأخذ والتلقي في الأمة. جرى حديث في زيارة ماضية لهذا البلد المبارك في هذا المكان حول معنى من معانيه في التلقي الحسي لسند العلم الشريف، وما يحسن قوله في مثل هذا المقام هو أن هناك سنداً آخر أيضاً للأمة في التلقي سار على حد سواء مع سندهم في التلقي المتعلق بطلب العلم، ألا وهو سند التلقي عن الرجال تزكية وحالاً، عندما أخذ ساداتنا الصحابة رضي الله عنهم عن سيد الخلق ما أخذوا، وانطبعت في قلوبهم من أنوار هذا الأخذ ما انطبع معاني أدلوا بها إلى التابعين ومن بعدهم، كان للقلوب فيها نصيبا وافرا، ألا وهو شوق القلوب إلى الله وتعلق القلوب بالله وانشغال القلوب بالله وتوكل القلوب على الله. شوق القلوب إلى الله كان لهذا المعنى من صلات السلف الصالح بمن قبلهم جيلا فجيل أثراً بل أساساً في ترسيخ معانيه وبثها في من يأتي بعدهم. ولهذا قال قائلهم إني إذا نظرت إذا إلى وجه محمد بن واسع أحد أئمة السلف، إني إذا نظرت إلى وجه محمد بن واسع تجددت همتي شهراً. ما السبب في تجدد الهمة بصلة بإنسان من البشر مخلوق؟ قال العلماء النفوس تطالع النفوس، حتى أهل العلم الحديث النفسي لهم مباحث في ذلك ليس هذا محلها ولا مجال ذكرها. علماء التربية والتزكية يقولون النفوس تطالع النفوس، أي تتأثر ببعضها البعض، فعندما تكون في ضحك أو في مرح وينوح لك مشهد محزن وما أكثره في الأمة اليوم، بمجرد أن ترى أمامك عين مرأة تبكي على ولد قتل لها ينقلب حالك، وأحياناً مع جفاف الدمعة في عينك وصعوبة البكاء عليك تنظر إلى دمعة تسيل من صادق في تألمه أو في حزنه لا تدري إلا والدمع يفيض من عينك، ما هذا الذي أسال دمعتك؟ ما هذا الذي هيج شجنك؟ هو الحال الذي شاهدته فأثر على حالك. هذا أمر ركب الله عليه نفوس البشر. وعندما كانت الأمة تفقه قيمة الجلوس على المشائخ والأخذ عنهم والنظر إليهم ومنهم، كان لهذا الشان فعل عجيب في قلوب الأمة،
معلوم أن النفس البشرية تتأثر بالقدوة في السلوك، في الأخلاق، في المعاملات، بل قالوا حتى الطفل الصغير إن كان بيده شيء وجئت في فجاءة أردت أن تسحب الشيء لا شعوريا يسحب هو من الجهة الأخرى، لأن النفس البشرية تتأثر بما ركب الله فيها وجبلها عليه بما يقابلها من معاملة. هذا معلوم ومعروف ومشهود، لكن معنى أدق بتأثر النفس البشرية وهو تأثر النفس البشرية بحال الذي يعامل. يقول أهل هذا العلم قد يأتي إنسان فيلاطف ويتبسم ويضحك ويجامل كما يقولون ولكن النفوس تزدريه، وقد يأتي إنسان فيحتد على الذي أمامه حدة لا تقبل من غيره فتجد النفوس تفرح منه وتقبل عليه، مع أن ما جبلت عليه نفوس البشر بطبيعتها أنها تميل إلى الملاطفة وتنفر من الشدة، لكنهم قالوا أن حال الإنسان، الحال القلبي للإنسان، أن حال الإنسان أثره أقوى من مقتضى الطبع البشري. ولهذا كان طبع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عرف منه وتعود منه الشدة، البأس، قبل الإسلام القسوة. فاستحال الرجل الذي كان يئد ابنته إلى رجل يبكي لبكاء امرأة يمر في جوف الليل وهو يسمعها تبكي، إلى رجل بعد أن كان بالأمس إن غالبه أحد أو شاده استل سيفه، تحول إلى رجل تقوم له امرأة وهو على المنبر وهو أمير المؤمنين فتحاجه أمام الناس وتقول أخطأت يا عمر كذا وكذا، فيقول أخطأ عمر وأصابت امرأة. هذا التحول في الطباع وهو من أصعب أنواع التحول في الوجود. الأصل فيه مع ما يذكر من مجاهدة النفس ومع ما يذكر من الأخذ بأسبابها، لكن الأصل فيه نور من الله تعالى، المجاهدات والأخذ بأسباب تزكية الأنفس هو بمثابة التسبب لحصول هذا النور، كما أن العمل والكد سبب في حصول الرزق وليس هو الذي يحصل الرزق، فكذلك مجاهدة النفس والأعمال الصالحة هي أسباب في حصول النور الرباني الذي تتغير به الطباع البشرية. هذا النور الرباني هو ما نقصده وما نتلمسه من أمثال هذه المجالس، وما جاء الحث النبوي الشريف، وما جاء ذكر حضور الملائكة في هذه المجالس، وما جاء ذكر النداء الذي ينادى به أهل هذه المجالس إلا معان تلفت أنظار القلوب إلى هذا الشأن. ما معنى حضور الملائكة؟ أحضور الملائكة يدخل أحداً الجنة؟ أحضور الملائكة يكون هو الغافر لذنب المذنب يكفر سيئات المسيئين؟ أحضور الملائكة يرفع درجات المعرضين؟ لا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم، لكن ما معنى أن يجعل رسول الله حضور الملائكة وذكر حضور الملائكة في المجالس نوعا من الترغيب في المجالس؟ ما المقصود؟ حضور أهل الرضوان من قبل الحق هو من أسباب تنزل الرضوان من قبل الحق. نقرأ في قوله تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم إلى آخر الآيات، نقرأ في هذه الآيات موضعا محيرا يقول الله تعالى فيه لو تزيلوا، أي هؤلاء المؤمنون والمؤمنات الذين لا يعلمهم الناس ولا يأبهون لهم ولا يلتفتون إليهم بينهم، لولا وجود هؤلاء لو تزيلوا لعذبنا، فجعل وجودهم سببا في تأخير العذاب عمن استحق العذاب، وجعل وجود الملائكة سببا في حصول الرحمة، فجعل رسول الله من مرغبات حضور هذه المجالس ذكرى
نزول الملائكة وتغشي الملائكة لهذه المجالس، تأمين الملائكة، استغفار الملائكة، حضور الملائكة، حتى في المعارك، حتى في الجهاد في سبيل الله، نداء الملائكة: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة مقعدا. هذه المعاني هي إشارات لتفقه قلوبنا صلة بالله عز وجل، أرقى من مجرد الصلة الظاهرة المحسوسة، أرقى من مجرد الأداء الآلي لعباداتنا ولأعمالنا، لنرتقي مع الاستمرار على العبادات والأعمال، إذ أنها لا تسقط ما دام التكليف بالعقل والإسلام قائما والحياة. أن الأصل الذي من أجله أقيمت مثل أمثال هذه الشرائع والتكاليف التكليفات، أن تستشعر القلوب نصيبها من العبودية، وحيث تغلب منازعة النفوس للقلوب على هذه المعاني تعبدنا بمجاهدة النفوس. يا رب أنت قادر على أن تطهر قلوبنا في نظرة، فما حاجتنا؟ فلما أحوجتنا إلى مكابدة تزكية الأنفس، إلى مخالفة الأهواء التي ذكر سيدنا الشيخ في مستهل المجلس حكمة تتعلق بها؟ ما المقصود من هذا العناء؟ المقصود من هذا العناء نيل الهناء، ونيل الهناء في تخلص الإنسان من أسر نفسه له، لأن الله لا يرضى أن تكون عبدا لغيره، وإذا اختارك عبدا له لا لغيره فلا ينبغي أن ترضى أنت أن تكون عبدا لغيره. وإن كان ثمة كلام ينبغي أن يتحدث به عن التوحيد بين الموحدين، فليس الكلام عن خوف نزول الشرك بهم أو مخالفتهم للعقيدة، فهذا لا يتأتى في أمة سيدنا محمد ما دامت الصلاة قائمة بنص كلام النبي. لكن الكلام عن التوحيد بين ظهراني الموحدين ينبغي أن يكون ارتقاء لأنفسهم ولقلوبهم عن أن تعيش مأسورة لعبودية خفية لغيره، وهي عبودية الإنسان لهوى نفسه، اتخذ إلهه هواه وأضله الله، فالضلال مصاحب لاتخاذ الهوى إلها. فحقيقة طلبنا لمراق التوحيد بعد أن أكرمنا بأصل التوحيد وهو نفي العبادة لغيره، وهو نفي الإلهية الألوهية أو الربوبية عمن سواه، المهمة التي أمامنا هي تخلصنا من شوائب الشرك الخفي، وهو استشعار النفوس أو وهم القلوب أن لغيره قدرة في الوجود، أو يدا في الوجود، أو أثرا في الوجود، أو إرادة في الوجود. وإن كان استشعار أو توهم ذلك في الخلق مصيبة، فالمصيبة الأعظم أن يقر هذا الاستشعار في قلبك تجاه نفسك. إن كان من المصائب أن تشعر بقدرة لغير الله في من يحيط بك من الناس أو الدول أو الخلق، فالمصيبة الأكبر والأجل، وهي الأصل في حصول هذه المصيبة الأخرى، المصيبة الأصل توهمك القدرة أنت في نفسك، توهمك الاستطاعة أنت في نفسك استقلالا، حصول مرجعية إلى النفس وأنت تدري أو لا تدري، إيثارك ما تريد على ما يريد. وحصول هذا المعنى والاستجابة له يورث النفس وهم استحلاء، وهي الحلاوة التي قرأ حكمة تتعلق بها سيدنا الشيخ في أول المجلس، أن تتوهم النفوس استعذاب حال يكون صاحبه مستقلاً عن معنى عبوديته لله في قرار أو في تقدير في حياته، ابتداءً من أدنى الأشياء التي يعيشها الإنسان في طعامه وشرابه ولباسه، وانتهاءً إلى مصير الأمة بأكملها. إذا استطاع المؤمن وصدق في طلب تخليص قلبه من مرجعيته لهوى نفسه، تهيأ
إلى حقيقة رجوع إلى الله يستريح فيه وبه هبوب نسائم مواصلة من حضرة الله. سبحان الله، عندما نقرأ قول الله تعالى في حق المحبوبين هؤلاء الذين صفت عبوديتهم لله وزكت أنفسهم عن سلطان الهوى، ونستمع إلى قوله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، تضمحل في القلوب أوهام كل قدرة أو لذة أو منزلة أو مطمع أو مطلب أو رتبة دون هذه الرتبة. رضي الله عنهم عطاء كبير، لكن اسمع ورضوا عنه. من أنت ومن أنا حتى يكون لرضانا عن ربنا بربنا جل جلاله قيمة ترتقي إلى أن تكون قرآنا يتلى؟ هذا الرب الكريم الذي إن صدقت في طلب رضوانه رضي عنك وأرضاك واسترضاك وجعل لرضوانك قدرا، وأنا وأنت لا شيء، نحن لا شيء في هذا الوجود، نحن بالمحسوس فضلا عن العقائد والإيمان بالمحسوس لسنا بشيء في هذا الكون الكبير، أقل من ذرة في هذا الوجود بين الأرض وبين المجموعة الشمسية وبين مجرة درب التبانة وبين المجرات الأخرى، لا شيء نحن في هذا الوجود. وبالمعنى أيضا إن لم نرد إلى مرقى الصلة بحضرته جل جلاله فنحن لا شيء، لكن أن يجعلك يا من هو لا شيء أن يجعلك شيئا يكون لخواطر قلبك قيمة ترتقي إلى أن تكون قرآنا يتلى، أن يكون لخواطر قلبك منزلة في حضرته يقول فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا الأمر إشارة إليه جرت، لكن له ذوقا، هذا الذوق لا يطلب مسامعكم فقط إخواني، لكنه يطلب قلوبنا، هذا الذوق يطلب أرواحنا، يطلب أن نشتاق إلى جناب الحق، يطلب مشاعرنا، يطلب أحاسيسنا، يطلب أن نحيي في قلوبنا معنى الفرح بالله، معنى الشوق إلى الله، معنى الخوف من الله. كنا في فرنسا في أحد المؤتمرات أو الملتقيات، وجاءت امرأة من الصحفيات الفرنسيات إلى سيدنا الشيخ محمد سعيد البوطي، كانت قد استمعت إلى حديث راق له عن معنى العبودية لله عز وجل وأثر الذكر، حلق سيدنا الشيخ بالحاضرين، وكان المجلس قد وفق إلى وجود من يحسن الترجمة للألفاظ والمعاني والروح في الترجمة، فشعر المجلس بهيام وكأن المجلس يطير ونحن في الأرض. فلما انتهى المجلس جاءت تبكي هذه الصحفية، لم تكن قد أسلمت، جاءت تبكي وسألت سيدنا الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي سؤالا، قالت له كيف أجمع بين عبادتي من أحب ومن أخاف، كيف أحب وأخاف، من أحب أنس؟ سبحان الله، المرأة لم تكن قد أسلمت، الله، لكن الله عز وجل إذا أراد أن يعطي فليس لأحد أن يسأل، ونعمة الذوق إذا أكرم بها الإنسان لا بد وأن تكون سببا في إسلامه وسعادته. والأسف كل الأسف والإشفاق كل الإشفاق على من ولدوا على لا إله إلا الله وشبوا على لا إله إلا الله ومرت سنواتهم وهم يصلون ويصومون لكن لم يعيشوا مثل هذا المعنى مرة واحدة، أي لم يتغانموا ذوق أن يعيشوا حالا مع الله جل جلاله. سألت سيدي الشيخ
قائلة: كيف أفهم معنى اجتماع حبي لله وخوفي من الله؟ فتبسم الشيخ ورأيت في بسمته أيضا محاولة إخفاء عبرة تكاد تخنقه، لأن أهل الذوق يهيجهم الذوق، والشجوى تهيج الشجوى، والشجن يحرك الشجن. فقال لها: هذا الأمر كنت أفكر فيه من زمان، من زمن بعيد، ووصلت إلى أن خوفي منه زاد من حبي له، وفهمت من معنى كلامه، حتى لا أكون تجولت على الشيخ الذي وصل إلى ذهني وقلبي من أثناء حديثه وهم ينشغلون بالترجمة، معنى راق، وهو أن كل شيء إن خفنا منه هربنا منه، لكن الله إن خفناه هربنا إليه جل جلاله وتعالت عظمته. وأي خوف أعظم من خوف المحب؟ لا والله، لا يعرف من يخاف على جسمه أو ماله أو بيته أو بضاعته أو مركزه ذرة من ذوق خوف، من ذوق خوف وقع في قلب محب خاف فقد حبيبه أو فقد قرب حبيبه، أو خاف غضب حبيبه عليه، أو خاف تخلفه عن ركب القرب من حبيبه. سادتي، هذه المعاني إليها تشد الرحال، وقد أكرمكم الله بها في مثل هذا المجلس في كل أسبوع. لكن إخواني، أيضاً عند استماعنا للمعاني التي ينثرها مشايخنا حفظهم الله وبارك لنا بهم، هي تطلب أماكن، ليس فقط مسامعنا، أيضاً ليس فقط تواجدنا للتو أو في المجلس أو تأثر قلوبنا لساعة، هي خواطر شريفة وردت عليهم من حضرة الحق جل جلاله أكرمهم الله بفتح فيها، هي تطلب أماكنها وأماكنها القلوب الطاهرة التي عشقت الطهارة، أماكنها القلوب التي سئمت التعلق بغيره أو التعويل على من سواه، تبحث عن قلوب يدهدهها معنى الشوق إلى الله. فإذا وجدت أمثال هذه القلوب، وهي في الأمة موجودة بفضل الله، استقرت هذه المعاني في هذه القلوب، فإذا تنبه أصحاب القلوب إلى ورود هذه المعاني على قلوبهم حرصوا على الحفاظ عليها. كنت قد حضرت قبل نحو 9 سنين درس سيدنا الشيخ في المسجد الذي كان قبل هذا المجلس، المسجد المبارك، وجئت بعد المغرب بمدة، فكان المسجد ممتلئاً، فجلست في أخريات الناس، وكان سيدنا الشيخ يتكلم عن زيارة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، وكان في المجلس حال حب للحبيب المصطفى، شعر الحاضرون، ووجدت هذا في وجوه الذين يحيطون بي، أن معنى من الحب والشوق سرى إليهم، تحركت القلوب شوقاً إلى الوقوف أمام شباكه الشريف لإلقاء السلام على حضرته. لكن الشان إخواني، بعد سماع هذا الشان، بعد حصول هذا الحال، بعد التأثر وتحرك القلب، أحوالنا بعد انصرافنا من هذه المواطن، أن انصرف ولقلوبنا تعلق بالمعاني التي أودعتها، حرص على هذه المعاني. هذه المعاني إخواني مثالها مثال البذرة، إن أكرم الله أرض قلبك بمثل هذه البذرة فتعهدها واسقها وحافظ عليها من الديدان التي تأتي فتأكل، حافظ عليها من أن تذهب، من أن تجيف، وإذا بدأ نباتها في قلبك ينبت فاحرص على هذا النبات حتى يثمر، فإن ثماره معرفة الله عز وجل، وثماره حب الله عز وجل، والمحبوبية عند الله. اطلبوا إخواني هذه المعاني.
اطلبوها إذا قمتم من الصلاة، اطلبوها أيضا إذا أويتم إلى المضاجع. فالمؤمن الذي تحرك قلبه بنور الصلة بالحق، حاله مع الله في سجوده لا ينفصل عن حاله مع الله في نومه. لهذا كان بعض الصحابة رضي الله عنهم عند نومه يقول: اللهم إني أحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي، أي من الأجر. طيب كيف أنت قومتك صلاة وجهاد وصيام وذكر، فما احتسابك عند النوم؟ حاله مع الله، الحال الذي يأوي به إلى فراشه، الحال الذي يغمض به عليه عينيه فيفارق عالم الحس إلى عالم المعنى فهو يحتسب هذا الشأن. إخواني، ما جاء ذكر الرؤية الصالحة أو ذكر الهواتف الحق، ما جاء ذلك لتتخذ صناعة أو اتجارا أو مفاخرة بين الناس، فهي لا تفيد تشريعا ولا تحل حراما ولا تحرم حلالا. أيضا ما ذكرت عبثا فلها شأن عظيم في ديننا. الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة كما جاء في البخاري، هي معنى لا تطلب لذاتها ولا يتعلق بها إلا فيما يتعلق برؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم. فلا أعلم مؤمنا صادقا في حب النبي إلا ويشتاق رؤيته، لكن هي ليست البغية، ليست هي الغاية، وإنما ذكرت لتتعلق قلوبنا عندما نأوي إلى فرشنا بمعنى صلتنا بربنا، حتى إن أغمضنا أعيننا وغاب حسنا. أن نعيش هذا الحال إذا انصرفنا من المساجد من بين أيدي مشايخنا ونحن في السوق، كما كان يذكر عن الإمام علي رضي الله عنه وكرم وجهه أنه كان يقول: سوق المسلمين كمصلى المصلين، أي أن تقوى الله ومراقبة الله وخوف الله والصلة بالله تملأه. أن نعيش هذا الحال إذا دخلنا السوق. لماذا سن لنا أن نجهر بالذكر في السوق؟ وجاء الوعد بحصول 1000 حسنة وتكفير 1000 سيئة ورفع 1000 درجة عند الإتيان بذكر السوق، لأن هذا المكان الذي تغلب فيه الغفلة حال المؤمن إذا دخل إليه ألا تنتقل إليه الغفلة. المؤمن يتحقق فيه لا عدوى ولا طيرة. العدوى المعنوية ليس لها سبيل إلى الذي يعيش حالا مع الله. يعلمنا الحبيب أن نخاف على البضاعة الغالية وهي بضاعة القلوب إذا دخلنا معترك الدنيا، فنتحصن بالذكر والجهر بالذكر لتتعلم الغفلة التي تطأ كثيرا من القلوب في الأسواق، أن لله رجالا وقلوبا إذا وردوا إلى مكان غفلة استحالت الغفلة إلى ذكر لله عز وجل. هذا المعنى إن كان في السوق وفي البيت في الليل في النهار فهو معنى لازم للمؤمن الذي حل قلب في قلبه نور الصلة بالله. ولهذا كان أسلافنا ينظر الكافر إلى وجه أحدهم فيدخل الإيمان إلى قلبه. نحن نعرف في تاريخنا عدداً من أهل الصدق مع الله من أئمة الإسلام دخلوا بلداناً ما كانت تعرف الإسلام، فدخل الإسلام إلى البلدان بطلعتهم عند دخولهم إلى تلك البلدان. كان ينظر الناظر إليهم فيدب الإيمان، يتحرك في قلبه، ما استمع إلى حجة بعد. عندهم الحجج وعندهم الإقناع ولا بد من وجود ذلك، عندهم المعاملة والأخلاق ولا بد من وجود ذلك، لكن الكلام من أول المجلس عن شيء آخر هو أصل ينبني عليه ويخدمه شأن الأعمال وشأن المعاملات. حالهم مع الله، أحوالهم مع الله. كان في أندونيسيا في بلدة اسمها بندواسا في شرق جاوة، جزيرة جاوة، أيام الهولند كانوا مستعمرين لتلك البلد. نظر أحد الضباط الهولند إلى أحد الأئمة الربانيين، كان يمشي معه بعض طلابه في طريقه بعمامته وهيئته ولحيته، كان يمشي فنظر أحد الضباط الهولند فلما رآه بهت، وقف هو شاخص البصر، ثم التفت إلى أحد العسكر الأندونيسيين الذين حوله فقال: ما هذا؟ من هذا؟ فقالوا: هذا مسلم
قال أنتم اليوم المسلمون كثير يعني بينكم مشاكل، هذا يرى هذا صواب هذا خطأ، أموركم مشتدة، صراعاتكم من أي النوع هذا؟ قالوا له من نوع كذا، من أهل السنة والجماعة، من أهل مسلك مشرب التزكية والسلوك والتربية، من أهل العلم والفضل. قالوا من ذلك الفريق؟ قال أشهد أن ذلك الفريق على حق، اذهب إليه وأسلم على يديه. أخذه مباشرة فطن، لم ينتظر ولم يتساءل، فأسلم على يد هذا الإمام. ثم سئل هذا الضابط، قال قيل له أنت لم تسمع منه حجة ولا نقاشا، فما الذي حملك على أن تجزم أن الحق عنده وتسلم تدخل إلى الإسلام على يده؟ وكم كلمك أناس عن الإسلام، أنت مستوطن في البلد محتل لها. قال نعم، نظرت إلى وجه هذا الرجل فتيقن قلبي أن هذا الوجه لا يكذب، فعلمت أنه على الحق. إن قرأنا في شمائل سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم، قرأنا في شمائله من نظر إلى وجهه عرف أنه ليس بوجه كذاب. هذا المعنى لم يأتي في الشمائل لنقرأه فقط ونستمتع فحسب بأن هذا كان حال نبينا، لكن نقرأه في الشمائل لنتذوق هذا الحال بحب سيدنا محمد، فيسري هذا الحال إلينا فتكف ألسنتنا وأحوالنا عن الكذب، فتكسى قلوبنا بنورانية الصدق والصديقية. هذا المعنى إن قام فينا إخواني في الأسواق في البيوت في الحركات في السكنات، استطعنا أن نجعلها آذان العالم تصغي إلينا. العالم اليوم في صمم عنا ويريدنا نحن أن نستمع إليه. العالم اليوم يكلمنا ويتكلم عنا ويحاكمنا ويقيم الدعوة ضدنا ويحكم علينا. الجزء المتعلق بعداوة من يعادي ومؤامرة من يتآمر وبغض من يبغض هذا معروف، وليس هذا محل بحثه الآن. الذي يتوقع من عدو غير هذا فهو أبله ساذج. لكن الشيء الذي يعنينا هنا أن ثمة صمت بغيض تعيشه الأمة. لا أقصد بالصمت صمت الألسن، فالمظاهرات تملأ العالم والصخب يملأ العالم والخطابات والاحتجاجات تملأ العالم، لكن لسانا صمت اليوم في الأمة إلا في القليل. لو صدقنا مع الله أن ينطق في أن ينطق هذا اللسان لأصغى إلينا العالم، ولا صار العدو الذي لا يريد الرجوع إلى الحق وحده أمام إقبال العالم على الحق إن صارت ألسنة أحوالنا تنطق بالحق. وهذا النطق بالحق أصله حال في القلوب إخواني. إن بحثنا عن أنصبتنا منه، عن حظنا منه، تغير سلوكنا إلى الأعظم والأفضل، تحولت أحوالنا إلى الأرقى، تداركنا تقصيرنا، اجتمع شملنا، اتحد صفنا، تقاربنا من بعضنا علماء وطلبة علم وتجار وحكام قادة وبائعين ومشترين وفلاحين وموظفين وكبار وصغار وأغنياء وفقراء. إن صدقنا في استنطاق هذا المعنى الذي هو حال القلب مع الله لرأيتم عجباً في الأمة. واقرأوا تاريخكم لا للاستعراض والمفاخرة، اقرأوه لتستقرئوا هذا المعنى الذي تخاطبون به الآن. كيف قام رجل مثل عمر المختار، مثل عز الدين القسام، كيف قام رجال في هذه البلد المباركة، كيف نهض صلاح الدين الأيوبي. نحن إذا قرأنا هذا التاريخ نكتفي بقراءة الأحداث، ذهب وقاتل وصنع وأعد وفعل. هذه الأحداث نتائج أصلها اليوم يقل من يتفحصه، يقل من ينظر إليه، يقل من يطلبه. أصلها أحوال مع الله جل جلاله. اقرأوا من الشيخ المربي المزكي الذي ربى صلاح الدين، الذي كان صلاح الدين يجثو على ركبتيه أمامه متأطئ الرأس لا يستطيع أن يرفع رأسه في حضرته.
اقرأوا من الذي ربى نور الدين زنكي، اقرأوا من الذي ربى قادة الأمة الذين أجرى الله الخير على أيديهم لهذه الأمة، اقرأوا من الذين نصر الله بهم هذه الأمة، إنهم أصحاب القلوب إخواني. هذه البضاعة الغالية التي تقيم من القلب حارسا لله على النفس، فتقطع سلطان الهوى عن الإنسان. فإذا هم اللسان أن ينطق حسدا أو بغضا أو غضبا أو مضادة، تذكر أن الله يراه ويسمعه، فكف عن النطق إلا بما يرضيه. إيه الخوف من الله حبا لله وشوقا إليه، الذي جعل الإمام علي يمتنع عن قتل من حل قتله وهو يقاتله، ويقوم عنه ليعطيه فرصة أخرى للقتال لمجرد أنه بصق في وجهه، فلما سئل عن ذلك قال: كنت أقاتله لله في سبيل الله، فلما بصق في وجهه خشيت أن أقتله انتصارا لنفسي. هذا الورع الحاجز الذي جعل الواحد منهم يحاسب نفسه على الالتفاتة، على النظرة التي ينظر بها، جعل الواحد منهم بل يحاسب نفسه على الخاطر الذي يخطر في القلب، الذي جعل الواحد منهم يتسع لجاره ولأخيه ولصاحبه ولخصمه، الذي جعل الواحد منهم يتوجه إلى الله ويبكي طلباً في إنقاذ من يحسده أو يؤذيه. كان أحد المشايخ في أرض اليمن عندنا، حصلت بينه وبين السلطان خصومة، وكان القاضي، وسبب الخصومة أن السلطان طمع في أرض كانت لأيتام، وكان هو القائم على الأرض الناظر على حق الأيتام، المتنبه لهم، الراعي لهم، فطمع السلطان فيها فطلب شراءها، فامتنع القاضي الشيخ وقال: ليس لك أن تشتريها وليس لي أن أبيعها، لأن مصلحة الأيتام في أن تبقى لهم هذه المزرعة، هذه الأرض. فقال: إذا اجعلني أنا القائم عليها، أنا المتولي لها. فقال: لا آمنك عليها وقد رأيت منك طمعا فيها. فقالوا: لكني أريدها. قال: ولكنها ليست لك. قال: تعطيني إياها أو يصيبك مكروه. قال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله. فتغيب السلطان وبيت شرا، فلما انصرف الشيخ استدعى السلطان عبدا من مماليكه وقال له: اذهب واقتل الشيخ فلان. فقال: ما كان لي أن أقتل هذا الرجل الصالح، لا أقدر، إن لم أخف من الله فستقوم البلد كلها علي، ستقتلني. فقال: إما أن تقتله أو أقتلك، وإن قتلته فلك من المال كذا وكذا وأنت حر. فطمع العبد وخاف من بطش السلطان، فتربص لهذا الشيخ من وراء شجرة في أرض كان يأتي الشيخ إليها في مكان زراعة، كان الشيخ يعتاد أن يرتاح فيه عند حاجته للذكر أو المطالعة. فلما أقبل الشيخ خرج له هذا العبد وضرب الشيخ بالمسدس، أول الأيام التي طلعت فيها المسدسات، هذه يسمونه فرد كان، فأصابته الطلقة في فخذه، في أعلى الفخذ أو في أدنى البطن، فسقط. ثم ظهرت غيرة الله وظهر إكرام الله لهذا الرجل الصالح، ولم يكن لم تخترق الرصاصة مقتلا منه، لم تصيب مقتلا منه، وتوقفت في مكان استطاع هذا الرجل الصالح أن ينهض على قدميه بعدها. وأول ما نهض والعبد واقف بمسدسه بفرده، التفت إلى العبد. الكرامة الكبرى سادتي ليس فقط في الخارجة التي حصلت بأن الرصاصة لم تضره، لكن الكرامة الأعظم فيما ستسمعونه الآن، لأن الكرامات ليس فقط في خرق العادات المتعلقة بالظاهر بأسباب الكون، لكن حقيقة الكرامة في خرق عادة النفس البشرية لأجل الله. قام هذا الإمام بمجرد أن قام التفت إلى هذا العبد وقال: سامحتك وسامحت سيدك. هذه الكرامة، هذا حال مع الله إخواني. أحدنا لو رفع الآخر الصوت عليه تغيب، إن لطمه في وجهه قام وغضب، ولو كان مؤمناً مسلماً مثله، ولو كان هو المخطئ لا يقبل، فكيف لو تعرض لأن يقتله آخر؟
قام والتفت مباشرة إلى هذا العبد وقال سامحتك وسامحت سيدك، ومضى إلى سبيله وأخذ كتبه كأن شيئا لم يكن. وبأسر الخبر وصارت إشاعة، والمسلمون ابتلوا بعدم التثبت، صارت إشاعة أن هذا الإمام قتل، قتل هذا الإمام، قتل هذا الإمام. جاء أولاده يهرعون، وجدوه بخير، ما الذي حصل؟ قال حاول فلم يقدر، لم يقدر، أنا قلت له لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فقالوا نعمل ونقوم ونخاطب الناس ونهيجهم، والسلطان فعل وترك. قال قد سامحته وسامحت عبده، كيف سيطمع فينا الآخرون؟ قال لا لا لا، نحن ما قرأنا قول نبينا مزدادة عبد أو مؤمن بعفو إلا عزة، أو كما قال مزدادة بعفو مؤمن مزدادة عبد بعفو إلا عزة، أي أن ثمرة العفو العز. من أين يأتي العز؟ من أن تكون عزيزا في نفسك، من أن تغلبك نفسك بطباعها، هذا ثمرة حال مع الله يفيده حضور المجالس هذه، والاشتغال بالذكر مع تكلف الحضور مع الله، مجاهدة النفس، مطالعة كلام هؤلاء الأقوام. وقد أدركنا الوقت وأجدني قد استرسلت، ولا أدري من أين جاءت الجرأة في الاسترسال ونحن في حضرة سيد الشيخ، ولكن لعل الله قد أمدنا بمدده وبعلمه وبصدقه وبهمته، ولا أدري كيف أعتذر على هذه الجرأة في حضرته، لكني أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأدب مع مشايخنا، وأسأله عز وجل أن يرزقنا الصدق معهم، وأن يرزقنا كمال الاستقامة على الإقبال عليه جل جلاله. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه، لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، فضلا وإحسانا وجودا وامتنانا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك وما يوصل إلى رضاك، ونسألك قربك وما يوصل إلى قربك، ونسألك حبك وما يوصل إلى حبك. اللهم ارزقنا محبتك وارزقنا حبك لنا، فإنا عبيدك وأبناء إمائك وعبيدك. نسألك اللهم بكل اسم لك سميت به نفسك، علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، نسألك أن تكرمنا في ساعتنا هذه بكرامة من عندك، يحيا بها موات قلوبنا، ونستقيم بها على طاعتك، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وتكشف بها كروبنا. نسألك اللهم متعة صالحة لشيخنا سيدنا الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي، اللهم أمد لنا في عمره، وقوي بدنه وعافه، وارزقنا كمال الأدب معه، وانفع المسلمين به، وأفض عليه من فائضات فضلك وإحسانك ما تقر به عينه، وأقر عينه في نفسه وفي أهله وفي ذريته وفي طلابه وفي درسه وفي أهل بلاده وأهل زمانه وفي أهل لا إله إلا الله. اللهم انظر إلى أهل هذه البلاد نظرة من عندك، تحفظهم فيها وتكلأهم فيها بعين عنايتك. اللهم احمي هذه البلاد، فإنها بلاد قد أحبها نبيك ودعا لها. احفظها اللهم من كيد كل كائد، ومن عداوة كل عدو، ومن مكر كل ماكر، ومن أذى كل مؤذن. اللهم احفظ هذه البلاد، وابسط فيها بسط الخير والنور والهدى والرشاد، وكما أكرمتها بعلمائها أكرمها بصدق العمل بمقتضى ما يقوله هؤلاء العلماء وسائر بلدان المسلمين. ونسألك اللهم حفظا وتوفيقا وأخذا باليد لعلمائنا ومشائخنا، وحسن جمع للقلوب عليك. ونسألك اللهم توفيقا لولي أمر هذه البلاد إلى ما فيه الخير والهدى والنور والرشاد، ونسألك بطانة صالحة تعينه على الخير وتوفقه أنت إليه بذلك يا رب العالمين. سائر أولياء أمور المسلمين، ونسألك فرجا للأمة وكشفا للغمة ودفعا للبلاء. اللهم ارحم المسلمين، وارفع ما نزل بهم من الأذى والبلاء وعضال الداء وتسلط الأعداء. عجل للأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويتاب فيه على أهل المعصية، ويعجل فيه بدحر من لم تسبق لهم سوابق التوبة. برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بحقائقها متحققين حسا ومعنى، ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.